عبر زوم معنا زينة حابي خبيرة تمارين الجذع التصحيحية. كلنا بنعرف إنه شكل العمود الفقري كتير مهم لوقفتنا وأيضا لصحتنا. اليوم راح تكون معنا عبر زوم زينة الحابي لحتى نحكي كيف طريقة الجلوس الصحية لعمودنا الفقري. صباح الخير زينة. زينة صباح النور، أهلا وسهلا فيكي. مش سامعيني؟ هلا سمعناكي. صباح الخير زينة، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. أهلا وسهلا زينة. اليوم رح نحكي عن طريقة الجلوس الصحيحة للعمود الفقري اللي بينعكس طبعا على الصحة. خلينا نحكي على نبدأ بأضرار طرق الجلوس السيئة، كيف بتنعكس سلبا على صحتنا؟ طبعا إحنا بس نحكي عن الجلوس كتير بنحكي عن الحوض، زي ما ذكرت الدكتورة كاترينا. هلا احنا عم نحكي، بما انكم عم تحكوا عن الشيخوخة، كل ما كان حوضنا مدى الحركي صحيح وحافظنا على مدى الحركي، في بعض الدراسات بتقول هذا بيطول العمر. لذلك الجلوس الشغلة بنعملها كل يوم عشرات اذا مش مئات المرات، لازم نعرف نعملها صح حتى ما يصير عندنا مشاكل ظهر ومشاكل رقبة ومشاكل بالدورة الدموية. فناس بتيجي عندي بيقولوا لي بدنا نتمرن بس احنا ما بنحب السكوات اللي هو الترفصاء اللي بنعمله بالتمرين. بقول لهم احنا بنقعد وبنقوم باليوم مئات المرات، لذلك دربوا اعملوه صح، هذا هو تمرينكم خلال اليوم بيكون. ف رح ابدا وانا افرجيكي شويه طريقه كيف نعملها صح. بس قولي لي اذا الصوره تكون واضح، لاني شوي بدي ابعد عشان تقدروا تشوفوني كامل. اوكي سامعيني؟ سامعين وشايفين. اوكي تمام. هلا مش رح ابعد كثير، انا بس رح اقول لكم شو عم بيصير هون. طبعا كلنا هيك بنقعد صح، مش هيك بيقعد. وشو اذا في ايدين على الكرسي، بنحط ايدينا على الكرسي وبنقوم. طبعا هذا اولا بدي انوه انه ما في طريقه جلوس مناسبه لنضلنا قاعدينها ساعات، المهم انه نضلنا نتحرك. لكن بس نجلس بدنا نبدا بدايه، مش رح تشوفوا رجلي، انا بس رح اقول لكم شو رح يصير. بفتح الرجلين على قد الحوض، بدي احط رجل لورا شوي وعلى رؤوس الاصابع، بس اقعد حوضي زي مفصل الباب بدي هنج، شايفين ظهري بنزل هو مستقيم، وزي كانه في عيون بالحوض تبعي، فكلي بنزل قطعه واحده والحوض تبعي بدور على الكرسي بقوم. بس اقعد بقعد على عظمه الجلوس اللي هو التوئين موجودين بالجزء الخلفي من الحوض، ما بقعد على اسفل العمود الفقري. ايوه اوكي شكرا. ودائما بحافظ على الحوض محايد، دائما بتخيل الحوض عباره عن صحن سلطه، بول اوف سالاد. فهذا الحوض، هذا الصحن تبع السلطه الغني، مش لازم يكون سلطه لا للامام ولا للخلف، لازم اكون بالوضع الوسط اللي هو المحايد، هذا هو الحوض المحايد. فانا هيك بشوفكم انتم بالتلفزيون ما شاء الله كلكم ضلوا قاعدين هيك. بس لازم يكون عندك جذع قوي لانه يدعمك، او للشباب والبنات يدعمك. فلاحظوا وين ما بيروح حوضي بده راسي يتاثر، اذا قعدت غلط شوفوا شو بصير براسي. مزبوط. هاي مشاكل الرقبه. اذا قعدت هيك، هذه مش شائعه كثير بالقعده بس شائعه بالوقفه، ببطل في دعم للبطن، البطن بصير فارش لقدام، وما اكثر الناس عندهم هاي المشكله، وبصير ماسك بس بالنسيج الرابط، ما في عندنا الضغط الداخلي للبطن شغال. لذلك بجيكي كمان مره بس بطريقه السكوات. هلا بما انه انا بقوم وبقعد عشرات ومئات المرات من هاي، فمعناته بدي اعمل سكوات. هالمره بدي افرجيكم 45 درجه. بفتح رجلي على قد الحوض، بمسك الارض باصابع الرجلين، ممنوع اصبع الرجل الكبير يطلع فوق. بتخيل ارتفع للاعلى عفوا، بتخيل ركبي كانهم ضوام سياره اتجاههم للامام، فالركب ما بصير تدخل لجوا ولا تطلع لبرا. وين ما بتروح القدم الركبه بتلحق والعكس صحيح. زي ما حكينا قبل شوي، انا محافظه على ركبي واو بدور للامام، حوضي محايد راح اقعد بالحوض محايد، الرقبه طويله، الشد ملموم، الذقن ملموم. دائما بتخيل المتاج فوق راسي، راخي حالي من فوق، وزي كانه في عندي اعين انا بالحوض تبعي، هي اللي بتلاقي الكرسي. ديروا بالكم يروح الكرسي منكم لانها صارت فيه مره وقعت. فهيك بننزل، شايفين؟ عندنا الانحناء هذا اسمه هنج، مفصل باب، هي مفصل الباب، محافظه على كل شيء انا حكيته. ثاني قعدت.
اوكي ودايما بقعد زي كاني هقعد على قشر بيض، مش قاعده عم بقعد على صرصور بدي اقتله. اوكي اوكي كم مره بدي اقعد، والنزول كثير مهم زي الارتفاع. هون في عندنا عضله المؤخره بتكون تتمدد، مش لازم تكون مشدوده، لانه يعني اذا صارت مشدوده هيك بصير شكلها، فهي بتتمدد تحت الارتفاع. اوكي وهلا بستخدم عضله المؤخره والجذع اني اطلع بطريقه صح. هذا هو الجزء اوكي صحيح. تمام. طيب هلا اذا بدنا نقعد لفتره شوي طويله مثلا نحضر تلفزيون، شو افضل طريقه انه نضل قاعدين جالسين فيها؟ يفضل ما نقعد لفتره طويله، احنا يفضل نضل نغير بالقعده تبعتنا، يفضل ما نقعد بنفس البوزيشن. ضلي غيري وضلي اعملي تمارين او ضل اعمل تمارين. انا اللي دائما بحكي مع الستات بستعمل اكسبريشن انثى، وفي كثير تمارين تنعمل احنا قاعدين، مثلا نصير نحط رجل على رجل، ننزل ونطلع، نقدر نعمل شوية ستريتشنج لأعلى الظهر. وأنا عادة بحكي لكل الناس دائما حطوا الألارم على تليفونكم، كل ما تقعدوا ساعة بدكم تمشوا 50 خطوة، بنحط الألارم وبنقوم على التليفون، في تطبيقات بتساعدنا على الخطوة، بمشي 50 خطوة. على فكرة بياخذوا أقل من دقيقة، بتنصدموا بترجعوا بتقعدوا. هلا يفضل إنه نضلنا ننوع، خصوصا الناس اللي بيشتغلوا على المكاتب، يا إما بيقدروا يستخدموا الكراسي الغير مستقرة زي الكرة، بس ما بيقدروا طول النهار ضلوا قاعدين عليها، وبعدين بيستخدموا الكرسي، بعدين بيقدروا يستخدموا الديسكس هدول اللي على الوقوف، ستاندنج ديسكس اسمهم. فبنضلنا ننوع لصحة حوضنا ولصحة العمود الفقري. والله يعين الجميع على الجلوس هلا، بما انه الكل قاعد بالبيت ومش قادر يتحرك. طيب زينة، يعني هلأ مرات كنت أسمع أنه إذا حطينا مثلا مخدة أو شيء مثلا مستدير بمنطقة تجويف العمود الفقري عشان أحافظ على شكله الطبيعي، شو رأيك بهاي العملية؟ هلأ هذا نحكي عنه دعم زايد عن اللزوم، غير إذا واحد عنده إصابة. فأنا إذا حطيت هذا الدعم، بس كمان شو اللي بيضمن لي أنه أنا حوضي مخايط؟ ممكن هيك اعمل حتى وانا حاطه دعم. أوكي. عضلاتي لن تكون مفعله، هاي عضلات صغيره كثير، لازم نضلنا نذكرها كيف تشتغل، لازم نضل الجهاز العصبي شغلها. اذا ما بتشتغل بتنام، فبالتالي بتخلي عضلات ثانيه تشتغل، وهيك الجسم بيطلع عن مساره وبصير عنده اصابات. فيفضل انه ما نحط، طبعا هذا الكرسي مش صحيح، في كراسي اضبط بتكون طبعا، بس هذا سبورت كثير كبير للشخص صحته منيحة وما عنده إصابات، هو زائد عن اللزوم. برجع بذكر مش لازم نقعد ساعات، حتى بهاي القعدة ما بنقدر نقعد ساعات، لازم نضلنا نتحرك. حلو. إذا حبيت إيش قلتي لنا زينة، إنه كل ساعة جلوس بعدها لازم 50 خطوة. نعم 50 خطوة قبل ما في، بس كمان جملة بأذكر يلا فيها، أذكر إنه الحركة بحياتنا عبارة عن هاي الدائرة الكبيرة، والتمرين بحياتنا عبارة عن هاي القبضة. يعني إذا أني أنا بروح على الجيم وبعمل سكوات ولونجز، كل هاي تمارين لأرجل، وبرجع على البيت وبقعد هيك، أبدا ما استفدت. فبدنا نركز على الأشياء اللي بنعملها بحياتنا اليومية، لأنه هذا هو اللي بيعمل الفرق، مش التمرين اللي بنعمله بالنادي اللي عبارة عن ساعة كل يوم فقط. ممتاز، شكرا لك زينة حابي، أهلا وسهلا، شكرا لك وعلى هالمعلومات المهمة، الله معك.